قولي لي الأول، إحنا بنعرف نحب؟ اه طبعا احنا فطرتنا اصلا على الحب يعني. يعني كل المشاكل بشوفها بين أي اتنين مرتبطين بيحبوا بعض، بس بيموتوا بعض، يعني بيبقى في صراعات وفي تحديات، هل بنوصل للحب ده إن إحنا نعرف يعني نغذي الحب ده ونخليه مستمر؟ فهي المشكلة ما بتبقاش في الحب، هي المشكلة بيبقى في التواصل، التواصل ما بيبقاش صح، فهو ده اللي بيعمل مشاكل دايما مش الحب. التواصل هي دي مشكلتنا، في التواصل. بالظبط كده، ما بنعرفش نوصل لبعض احنا بنحب بعض ازاي، ما بنعرفش نوصل لبعض احنا عايزين ايه، ما بنسمعش بعض كويس، نسمع بعض عشان بس ندافع عن نفسنا ونطلع احنا اللي صح، فما بيبقاش في تواصل كويس، فهو ده اللي بيخلي فيه مشاكل. لكن لو احنا تواصلنا كويس وعرفنا نعمل ايه علشان نخلي الحب ده يكبر، لان الحب هو عبارة عن كريدت بيكبر مع الوقت او بيقل مع الوقت، فيا اغذيه وهيكبر يا اما ما اخدش بالي منه فبالتالي هيقل وهيحصل المشاكل وهيبقى كل حاجة بعد كده وهيروح. انا دايما بقول ان الحب ده عامل زي النبات، زي الزرع، بالظبط لازم يتسقي، بالظبط وبعدين كمان يتسقي بجرعة. يعني انا لو اديت مية زيادة قوي عن اللزوم للزرع بيموت. يعني انا كان بالظبط عندي زرع في البيت، حقيقي كل شوية اقول هو زرع بيموت ليه، وازعل قوي، وازعل قوي لما الاقيه ميت، لان بسقيه كل يوم. جه جنايني قال لي لا، ده بيتسقي كل يوم بعد يوم ومش مية كتير. فحسيت فعلا ان الحياة لازم برضو يبقى بالعقل، يعني سواء المية الكتير بتموت الزرع، فالحب الكتير، الجرعة الزيادة عن اللزوم بتموت الحب برضو. بالظبط، كل حاجة عايزة توازن، هي الحياة بتبقى توازن، انا اوازن ما بقاش ولا اوبر قوي ولا اقل قوي. طيب المشاعر الحلوة دي اللي بيعرف يعبر أكتر عن مشاعره، الست ولا الراجل من وجهة نظرك يعني؟ ما فيش حاجة اسمها الست ولا الراجل، احنا بنختلف كبشر كده كده، وكل حد بيعرف يعبر عن مشاعره دي بطريقة معينة، طب فبس بيقال ان الستات بيعرفوا يعبروا بالكلام اكتر مثلا عن الرجاله، الرجاله بيعبروا اكتر بافعال، لكن مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه، ما اقدرش اجنرالايز حاجه على كله.